ما أدري إيش أقول. عندي إحساس إني فرحانة ومبسوطة وطايرة من الفرحة، إني تعرف تجيني لبيتي، وأنا اللي طلبت من مشاعل أن تعرف تجيني البيت. قلت أكفر عن اللي سويته مع هالبنت وأعوضها وأعطيها حنان الأم وأنسى كل شيء. أتفاجأ أن تعرف واحدة ثانية انقلبت 180 درجة. عمري ما شفت تعرف بهالقسوة هذه. جرحتني جرح عمري ما راح أنساه. أنا مصدومة، مصدومة من اللي سوته. من وين جابت كل هالقساوة هذه؟ لكن كل اللي أقوله إنها ما تستاهل ولا هي كفو إني أتسامح منها. ما عليه، ما راح تكسرني. أنا غلطت لما تواصلت مع مشاعل وقلت لها خليها تجيني البيت على أساس إني بعوضها عن اللي راح. تفاجأت فيها، مو ترف واحدة ثانية.